عيلي أدراني ومهيدي أدراكا خد إيديك في وجه القبح بخد إيدي أنا معاك ندافع عن وطن مرهق ندافع عن وطن مرهق من تالاي وتالاكا ومن تالاي وتالاكا تعال ننضم حرير ضرب البطون شديد عشان أطفالنا من الجوع بتتباكى شتتوك يا شعبي شعبوك يا شعبي فلم لمطرافك توحد أحسبه صح نبي حواسك للي جاي تقريبا كنت بقصد بها فرصة الجنوب نبي حواسك للي جاي سد الفرق رتب أمورك من جديد وأبدأ العد ما تغفل أن جراك في بطيتك كبر ونحب دايرة السد ونحب نسد ونحب نسد ودايرة السودان موحد ومتحد والاعتصام كان هو الدولة الحقيقية للسودان بكل تنوعها بكل سحناتها يعني بأمنها بتكافلها بكل شيء انت لما تيجي داخل بيفتشوك بترفع الاجانب بعض الاجانب جو دخلوا ورفع نحن لما نمشي امريكا نمشي الاتحاد السوفيتي نمشي لما تيجي داخل البلد لازم ترفع يديك عشان يفتشوه لما تخش جوا بيقول ما في حاجه خلاص لكن هنا تخش جوا دون اعتصام بيقول لك عندك خذ ما عندك شيل بتخش جوا بتلقى مؤتمرات بتلقى أشياء سياسية أشياء ثقافية فنانين بيغنوا صلاة الجمعة كانت جماعية فدي الدولة الحقيقية اللي كانت من, من, من كل الدول اللي مضت في السودان ده أو كل المراحل هي كانت الدولة الأساسية هي الاعتصام نتمنى إنه ما نفرط في الاعتصام نتمنى كده جت المنعرجات في 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 مسار الثورة الحقيقية اللي هي ثورة الشباب. أنا ما خليت ساكن. قلت اختلط الأمر جدا في بعض الأحيان اختلط الأمر جدا واللي ما بيسوى وقبيح وغرقان ملطخ بالوحل داير يعيد الكرة تاني ويصعد في طوف النجاة. والثورة طوف الثورة طوف مكر بوعي الشباب الحر وهمة الرجال الغر بنبض الحياة. كاسح وشاق بحر التيه تحت العقارب والتماسيح والسحالي تحت البجس السم ويقتل في جنان ولا يبالي تحت اللقام نهب البنوك وهوى بالدولة إلى الحضيض بقى رأس مالي تحت اللي اغتصب الجمال وترك الحسر على الوجوه داس القيم وذبح المثالي لكنه برضو كاسح وشاق بحر التيه قاصد الصباح قاصد عمر سودان يشكل من جديد وما أظن يتوه ويغرق في الجدل طالما انتبهت عقول العارفين لازم يصل والشعب ماسك والشعب ماسك مدرة وقاضب الجبين والمدرة بتحدد مسار الاتجاه والمد عنيف وطلاطم الأمواج مخيف لكننا بنقدر عليه ونحن كيف بترس فيه العائدات والعائدون من المنافي ومن مطارات المدن والأرصفة حتما حنبنيه العزيز والنوم قفا